السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى البنات تكون بخير وعلى خير، نلقاكم في هذا الفيديو في أحسن الأحوال أحسن الظروف. بنات اليوم غنشترك معكم هذا الدرس ديال نصف وردة. كيجي زوين البنات في الكمام ودغيا كيطلع، الخدمة كتكون فيه سهلة وزوين وطاع والعاطي للعين، يعني كيكون جميل بزاف بزاف. غنحتاج البنات الخيط المبروم على 5 شعرات والكروشي نمره 1260 دائما. ندوزو البنات التطبيق. هاني بديت البنات الحبيك راه ساهل، غنوريكم غير كيفاش. سلسله غرزه حشو، نحاول نقدو في الحبيك، يجيني مقاد بيناتهم، الفراغات اللي كيكون بيناتهم يجوا متساويين. سلسله غرزه حشو، حتى نكمل سطر البنات ونرجع نبدا معكم هذا الدرس. بعد ما كملت البنات الحبيك كنرجع لاول سطر، كنعقد الخيط، كنخدم غرزه حشو الاولى ثم سلسله، غرزه حشو الثانيه سلسله، غرزة حشو الثالثة سلسلة عفوا، ثم غرزة حشو الثالثة سلسلة، غرزة حشو الرابعة سلسلة، غرزة حشو الخامسة. البنات الا خدمتكم من الخيام ما ديروش سلسلة، الا خدمتكم مزيرة كديروا سلسلة بين غرز حشو، ثم الارتفاع ديال الاربع سلسلة. كنرجع نفس الفتحة وكنثبت بغرزة حشو ثم سلسلة، وكنجي الفتحة الموالية كنخدم غرزة حشو الأولى ثم غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو الثانية سلسلة، غرزة حشو الثالثة. بهذه الطريقة الارتفاع سلسلتان. بعد ما خدمت ثلاث غرز حشو كنطلع كنرتفع بثلاثة جوج سلسله، كنقرب الخدمه، كندير جوج لفات على الكروشي، وكنجي لهاد الفتحه فين درت اربع سلسله، فين خدمت اربع سلسله، كنخدم عمود بلفتان، عمود بلفتان ثم لفتان على الكروشي، ثم كنخدم العمود الثاني في نفس الفتحه عمود بلفتان، ثم كنخدم سلسلتان، كندير جوج لفات على الكروشي، وكنخدم عاوتاني جوج اعمده بلفتان، العمود الاول بلفتان ثم العمود الثاني بلفتان ثم سلسلتان. كندير جوج لفات على الكروشي، وكنجي الفتحه دائما الفتحه هاد نفس الفتحه، كندخل كنخدم العمود الاول بلفتان ثم العمود الثاني بلفتان، كنخدم جوج سلسله، كنجي كنخدم جوج اعمده اخرين بجوج بلفتان في نفس الفتحه دائما، عمود عفوا شليا جوج سلسلة، لفتان على الكروشي، كنجي نفس الفتحة دائما، كنخدم العمود الأول بلفتان ثم العمود الثاني بلفتان. بهذه الطريقة كتكون عندي جوج أعمدة جوج أعمدة جوج أعمدة جوج أعمدة بلفتان، يعني أربعة جوج أعمدة بلفتان ثم سلسلتان. كنفوت الفتحة الأولى الثانية الثالثة، كنخدم غرزة حشو ثم ارتفاع سلسلتان، كنجي لآخر غرزة حشو كنثبت غرزة حشو، ثم كنقلب العمل خدمة
هادو خصني ندفنهم باش ما يدرونجيون. بعد ما قربت العمل الخدمة كنخدم العمود. هاد جوج سلال، سلال ارتفعت على البنات، هاد جوج سلسلة باش ترتع ارتفعت راها عمود، يعني هذا العمود الثاني ثم العمود الثالث. كنجي كنخدم هاد التغليفة كناخذ ثلاثة الأعمدة، هاد ثلاثة الأعمدة كنجمعهم مرة واحدة، كنخرج وكندير ثاني تغليفة لهاد ثلاثة الأعمدة جوج مرات ثم غرزة حشو. كنخدم سلسلة هيك بهاد الطريقة، كنجي بين جوج بين هاد جوج أعمدة فين خدمت كنخدم غرزة حشو ثم الارتفاع ديال السلسلة، كنجي الفتحة فين درت جوج سلسلة هنايا كنخدم العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث، ثم كنخدم كنجمعهم هاد فهاد البلاصة، كنجمع جوج ثلاثة الأعمدة كندخل بين ثلاثة الأعمدة وبين سلسلة هاد البلاصة، كندير التغليفة الأولى كنجمع الخيوط ثم التغليفة الثانية جوج مرات وكنسد بهاد الطريقة سلسلة، كنجي بين هاد جوج أعمدة كندير خدم غرزة حشو بيناتهم ثم الارتفاع ديال السلسلة، كنجي هنايا هاد البلاصة فين هاد الفتحة فين خدمت جوج سلسلة كندير العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث، ثم كنجي كندير التغليفة دائما كنجمع ثلاث الأعمدة وكندخل بين ثلاث الأعمدة وهاد السلسلة ثالث تغليفة كنسد غرزة حشو ثم سلسلة، كنجي بين هاد جوج أعمدة كنخدم غرزة حشو ارتفاع ديال السلسلة، كنخدم العمود الأول في هاد الفتحة الموالية العمود الثاني العمود الثالث، ثم التغليفة كنجمع ثلاثة الأعمدة وكندخل بينها وبين هاد السلسلة البلاصة، ثم التغليفة الثانية وكنسد ثم سلسلة، كنجي بينها جوج أعمدة كنخدم غرزة حشو سلسلة، كنجي لهاد الفتحة الأخيرة كنعمرها بثلاثة الأعمدة حتى هي العمود الثاني ثم العمود الثالث، ثم كنغلفهم البنات كنجمع غير ثلاثة الأعمدة كندخل بين ثلاثة الأعمدة والسلسلة ثانية كنسد ثم سلسلة. هاني كملت هاد الوريضة، ثم كنجي تبت البنات في هاد غرزة حشو ملي طلعت دابا غنتبت في الفتحة الموالية بهاد الطريقة، ثم كنخدم سلسلة غرزة حشو غرزة حشو ثم سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. الى خدمتكم البنات مرخية ما ديروش سلسلة، تقدروا تخدموا غير غرزة حشو فقط، الخدمة على حساب يديكم. خدمت واحد جوج ثلاثة أربعة سلسلة غرزة حشو، كنخدم خمس غرز حشو ثم الارتفاع ديال أربع سلسلة، كنرجع نفس الفتحة غرزة حشو ثم سلسلة الفتحة الأولى غرزة الفتحة الأولى كنخدم فيها غرزة حشو سلسلة ثم غرزة حشو سلسلة غرزة حشو الثالثة. بهاد الطريقة غنبدا دابا نخدم نفس الطريقة اللي خدمت هنايا،
ارتفاع ديال السلسلتان، كنقلب العمال وكندير جوج لفات على الكروشي، وكنجي لهاد الفتحة كنعمرها نفس الطريقة البنات اللي خدمت في هاد البلاصة، نفس الطريقة جوج لفات كنخدم عمود بلفتان ثم سلسلتان ثم لفتان على الكروشي، سلسلتان عفوا لفتان على الكروشي، كنخدم العمود الثاني بلفتان ثم سلسلتان لفتان على الكروشي، ثم نفس الفتحه دائما كنخدم العمود الاول بلفتان ثم العمود الثاني بلفتان، ثم كنخدم سلسلتان. دابا نخدم جوج اعمده الاخرين بلفتان، العمود الاول بلفتان ثم العمود الثاني بلفتان ثم سلسلتان. كنحسب البنات من هاد البلاصه، هاد الفتحه، هاد الفتحه الثانيه الثالثه، كنثبت غرزه حشو بطريقه، ثم كنرتفع جوج سلسله، كنجي حدا كنفوت واحد الفتحه، الفتحه الثانيه يعني حدا هاد الضرس باش يكون يجي مقادين. الا قدرتي تخدمي منزلقه خدميها، ما يقدرش تقدري تخدمي غرزه حشو. كنقلب العمال ثم كنرجع كنعمر هاد الفتحه بالطريقه، العمود هاد جوج سلسله كنعتبروا عمود، العمود الثاني ثم العمود الثالث. كنجي كنجمع هاد ثلاثه الاعمده، كنغلفهم المره الاولى الثانيه ثم كنسد ثم سلسله، كنجي بين هاد جوج اعمده كنخدم بهاد الطريقه، كنخدم غرزه حشو ثم نفس الطريقه اللي خدمت هنايا البنات هي اللي كتكرر. دابا سلسله، الارتفاع ديال السلسله ثم ثلاث اعمده في هاد الفتحه ديال سلسلتان، العمود الثاني ثم العمود الثالث، ثم كندير التغليفه دائما ثلاثه الاعمده بيناتهم، بين ثلاثه الاعمده والسلسله، التغليفه الاولى الثانيه ثم كنسد ثم سلسله. كنجي البنات لهنا بين هاد جوج اعمده كنخدم غرزه حشو، ارتفاع ديال السلسله. طبعا نزيد الخيط، كنخدم العمود الاول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث، ثم كندير التغليفه الاولى الثانيه دائما بين ثلاثه الاعمده والسلسله، كنسد غرزه حشو ثم سلسله. كنجي دائما بين هاد جوج اعمده بيناتهم البنات غرزه حشو ثم سلسله، ثم كنخدم العمود الاول في هاد الفتحه ديال جوج سلسله، العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث، ثم تغليفه كنجمع ثلاثه الاعمده الاولى الثانيه ثم غرزه حشو سلسله. كنجي لهاد البلاصه بين جوج اعمده كنخدم غرزه حشو، كنرتفع سلسله، كنجي لهاد الفتحه ديال جوج سلسله كنخدم العمود الاول الثاني ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث، كنجمع هاد ثلاثه الاعمده مره واحده الاولى الثانيه التغليفه الثانيه، ثم كنزد بغرزة حشو سلسله. كنثبت ملي طلعت البنات ثبت في هاد الفتحه، كنفوتها كنجي الفتحه الثانيه كنثبت في الفتحه المواليه، كيجي الضرس على هاد الشكل البنات زوين بحال نصف ديال الوريضه. دابا غنخدم واحد شويه ونوريكم الشكل بعد ما نخدم شي ورد اخرين.
انا البنات خدمت وزدت 5 الوردات اخرين. الخدمه سهله البنات ودغيا كطلع، وحتى المنظر ديال هاد الدرس كيجي زوين البنات بزاف. كنتمنى يعجبكم البنات وتطبقوه، كيجي بزاف في الكميمات. ودعمونا بلايك وكومنتير، اللي مازال ما اشترك نتمنى يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. لايك لايك البنات، وخليتكم على خير، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.